بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. في لقائنا السالف وقفنا عند بيان أن التشبه باليهود والنصارى والأعاجم ليس على درجة واحدة، وأنه قد يكون منه كفر، وقد يكون فسق، وقد يوجد منه معصية، وقد يكون متشبه مخطئا خطأ. أشار فضيلتكم جزاكم الله خير إلى أنه يجب التوسط في الحكم على المتشبهين، فلا كل متشبه يقال إنه كافر، ولا كل متشبه يقال إنه متقدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقي أن نبين متى يكون كفرا، ومتى يكون فسقا، ومتى يكون معصية، ومتى يكون خطأ. يكون كفرا إذا كان التشبه بهم في عباداتهم، فإنهم يغلون في الأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله عز وجل، ويبنون على قبورهم الكنائس والمشاهد. فإذا وجد في هذه الأمة من يعمل هذه الأعمال فإنه يكون كافرا، لأنه عبد غير الله ودعا غير الله، أو عمل عملا يوصل إلى الكفر بالله عز وجل. فالبناء على القبور وسيلة إلى الشرك، فإذا عبد الميت ودعاه من دون الله واستغاث به صار كفرا مخرجا من الملة وشركا أكبر. ويكون معصية كما إذا كان من المؤمنين من يشرب الخمر، كان من المؤمنين من يشرب الخمر ومن يزني ومن يفسق تقليدا لليهود والنصارى، فهذا يكون فاسقا، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. ويكون معصية كمن حلق لحيته، هذا معصية، هو محرم ومعصية، لكن لا يصل إلى حد الفسق إلا إذا داوم عليه وجاهر به، فإنه حينئذ يتحول إلى كبيرة، لأن التساهل في الصغيرة والمجاهرة بها تحولها إلى كبيرة. ويكون خطأ إذا كما ذكرنا سابقا، إذا ظن أن هذا خير وأنه ورأى عليه الناس وهو لا علم عنده، فهو يقلد من يتشبهون وهو لا يريد الشر، وإنما يظن أن هذا أنه من المباحات أو أنه من الكمالات، فهذا مخطئ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا. نعم. والطباع البشرية تقتضي من الإنسان الانحراف واتباع الشهوات، طبيعة البشرية كذا. الإنسان في بطبيعته إن لم يتداركه الله عز وجل فإنه بطبيعته البشرية يميل إلى ما يتعارض مع الأخلاق ومع الدين ومع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وبقي على فطرته، بقي على فطرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قد تفسد الفطرة وتنحرف الطبيعة، وكذلك الشهوات النفسانية
فإن نفسه أيضا تأمر بالسوء، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالإنسان لو ترك وشهوته، لو ترك وشهوته أو ترك وطبيعته المنحرفة لا مال إلى ما عليه هؤلاء. نعم. فيما يكون من التشبه خطأ يا شيخ، ممكن يصف به من فعله وهو غير عالم، فعل شيئا لم يعلم أنه فعله، لم يقصد التشبه بهم، هذا هو كأي خطأ يعني. هذا هو نعم. قال: وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان. نعم. لذلك تتقاضاه الطباع الشريرة، الطباع الشريرة المنحرفة، ويزينه الشيطان الذي هو شياطين الإنس والجن، دعاة الضلال. الشيطان المراد بهم دعاة الضلال الذين يدعون إلى هذه الأمور، وما أكثرهم اليوم من يدعون إلى اتباع هذه الأمور والتشبه بالكفار، ويظنون أن الرقي والحضارة والتقدم إنما هو بالتشبه بهم في أخلاقهم وفي قشورهم التي لا خير فيها، فهم يتشبهون بهم فيما لا يوصل إلا إلى الشر، لا يوصل إلى خير، لا يتشبهون بهم بالجد والعمل والتعلم الجاد، وإنما يتشبهون بهم في الترهات والسذج التي لا فائدة فيها من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم. نعم. قال: لأن ذلك تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، لذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة. نعم. لذلك أمر العبد بمداومة دعاء الله عز وجل بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا في كل ركعة من صلاتنا ندعو بهذا الدعاء، دعاء مسألة: اهدنا، أي دلنا وأرشدنا، الصراط المستقيم، أي الطريق المعتدل. المخالف لطريق المغضوب عليهم والمخالف لطريق الضالين، هذا هو السر في أننا نقرأ هذه السورة العظيمة في كل ركعة من صلاتنا، أننا على خطر، فنسأل الله أن يؤمننا من هذا الخطر، لأن خطر اليهود والنصارى مستفحل في كل زمان ومكان، لا سيما وأنهم يدعون أنهم أهل علم وأهل خبرة وأسبقية، والغر من المسلمين قد ينخدع بهم. نعم. وأنهم يريدون أن يعلموا الناس وينقذوهم وينصفوهم، وهذا نعم، هم الآن يريدون أنهم هم معلموا البشرية وأنهم يعلمون الديمقراطية والإصلاح، في حين أنهم يدمرون العالم لمصلحتهم ولا ينظرون إلى مصلحة العالم. وهذا كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. نعم. قال رحمه الله: وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت بها هذه الأمة، ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. نعم. لما تكلم الشيخ رحمه الله في مطلع هذا الكتاب بهذه المقدمة وهذه القواعد العظيمة، أراد أن يفصل ما أجمله في هذه المقدمة. نعم. قال رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم. فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. نعم. في هذه الآية يخبر تعالى أن ود كثير من أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم. لأن الله أنزل على رسلهم الكتاب، التوراة والإنجيل. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ودوا هذه القضية، أن يصرفوا المسلمين عن دينهم، دين الإسلام، إلى دين الكفر، وهم يعلمون أنه كفر ويعلمون أن المسلمين على حق، لكن هم يريدون أن يصرفوهم عن هذا الحق إلى الباطل. السبب الذي يحملهم على هذا وهم يعلمون الحسد، حسدا من عندي أنفسهم،
أي فعلوا هذا من أجل الحسد، لا من أجل أنه يخفى عليهم أنكم على حق وأن هذا باطل، وإنما حملهم الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، فهم يتمنون أن تزول نعمة الإسلام عن المسلمين وأن يرجعوا كفارا فتزول عنهم هذه النعمة من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لا يعملون هذا عن جهل وإنما يعملونه عن علم، ولكنهم مغضوب عليهم، خالفوا العلم وحملهم الحسد على مخالفة ما يعلمونه من الحق. وهكذا الحسد والعياذ بالله يخرج الإنسان من دينه، كما حصل لإبليس وكما حصل لليهود، فإنهم كفروا بالحق وهم يعلمونه مع محمد صلى الله عليه وسلم من باب الحسد. وانظر إلى قوله تعالى ود كثير، أنه ليس كل أهل الكتاب على هذا المستوى، ففيهم أخيار، فيهم مؤمنون آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقروا بالحق، منهم من مات على إيمانه قبل البعثة وهو مؤمن، ومنهم من أدرك البعثة فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فجمع بين الهدايتين، ولذلك يؤتيه الله أجره مرتين. فهؤلاء القلة من أهل الكتاب هؤلاء محمودون. قال تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. فهذا فيه تعليم العلماء أنهم لا يعممون الأحكام على الناس عموما، وإنما يستثنون من لا يدخل فيها ويبينون ويعني ويعرفون لأهل الفضل فضلهم ولا ينكرونه، ولا تأخذ، وهذا من الإنصاف، هذا من الإنصاف والعدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. قال رحمه الله فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم. وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح. أول الجملة. نعم. حين ذكر ما ذمه الله على هؤلاء. نعم. قال إنه قد يبتلى من وجوه التشبه يعني. نعم نعم. قد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا. نعم. قد يكون من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى فيحسد أهل الفضل الذين آتاهم الله الفضل والعلم والعمل. نعم. فيحسدهم، وهذا تشبه باليهود والنصارى الذين حسدوا المسلمين. نعم. فالشيخ يحذر من هذا. نعم. قال وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. نعم. وهو هذا الحسد الذي يحمل بعض الناس على تنقص أهل الحق وأهل الخير والحط من قدرهم، لا لشيء إلا الحسد، إلا لفضلهم. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. فهم ففي هذه الأمة من أهل الحسد من يتصف بصفة اليهود والنصارى فيحسدون أهل الخير، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هو كما ذكرنا تمني زوال النعمة عن المحسود، وهو خلق ذميم. فهذا فيه التحذير من الحسد لأهل الإيمان، وأن نعرف لأهل الفضل فضلهم،
وأن لا نحسدهم على ما أعطاهم الله، لكن ينبغي أن نسأل الله أن يعطينا مثلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه ويعمل به، فيراه من يراه فيتمنى أن يكون مثله. وهذا فيه خير، تمني أن تكون مثل أهل الخير هذا فيه خير، وتؤجر عليه، تؤجر على نيتك الصالحة. أما إذا تمنيت زوال النعمة فهذا هو الحسد المذموم. فالحسد على قسمين: حسد مذموم وهو تمني زوال النعمة عن المحسود، وحسد محمود وهو تمني أن تكون مثل أهل الخير وتعمل بعملهم وتنال مثل أجرهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الله سبحانه: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال. وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، كقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية، وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار الآية، وقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. نعم، فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهره منه، وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. نعم، ذكر في هذه القطعة من وجه التشابه، نعم، بهذه القطعة من الكلام النفيس أن الله جل وعلا أخبر أنه لا يحب من كان مختالا فخورا. من هو المختال الفخور؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالبخل مذموم، الحسد مذموم كما سبق، وأيضا البخل مذموم. والبخل على قسمين: بخل بالمال وبخل بالعلم. والبخل بالعلم أشد من البخل بالمال، لأن العلم أنزله الله حجة على عباده، فلا يجوز للعالم أن يبخل بعلمه، بل عليه أن يبذله وأن ينشره في الناس لينتفعوا به، لأنه إنما هو مبلغ وليس هو مخزن للعلم فقط ومستودع للعلم فقط، وإنما هو مبلغ ينشر علمه على الناس ويبين لهم. فإذا لم يبين أو كتم، أشد من هذا الكتمان، أشد من البخل بالعلم واختزان العلم الكتمان، بحيث أنه إذا سئل عن مسألة أفتى فيها بغير الحق، إما لهوى في نفسه وإما طلبا لطمع دنيوي فيفتي بغير الحق، فهذا والعياذ بالله هو كتمان العلم والاشترى به ثمنا قليلا. ربما تحمله وظيفته ومنصبه ومركزه على ألا يقول الحق، وأن يحكم بغير ما أنزل الله، وأن يفتي بغير الحق، لأنه لو أفتى بالحق وحكم بالشرع لأزيح من منصبه بزعمه وانقطع رزقه، فهو يريد الإبقاء على وظيفته وعلى منصبه، ولا يعلم أن الله سيعوضه خيرا مما يفوته إن فات، وإلا الغالب أنه أيضا لا يفوت، وأنه قد يهدي الله على يديه من هو فوقه ومن هو تحته ومن هو مثله، فيكون له الفضل، فضل العلم وفضل التعليم، لكن يخيل إليه أنه إذا نطق بالحق فستزول نعمته. وهذا هو الذي حمل اليهود على عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمل كفار قريش على عدم اتباعه مع أنهم يعلمون أنه رسول الله
لأنهم ظنوا أنهم لو تبعوه لفقدوا رئاساتهم وفقدوا مكانتهم في الناس وانقطعت أرزاقهم إلى غير ذلك مما يخذلهم به شياطين الإنس والجن. فالبخل بالعلم أشد من البخل بالمال، وأشد من البخل الكتمان، أن يكتم العلم عند الحاجة إليه والحاجة إلى بيانه. فهذه صفات مذمومة هي موجودة في اليهود وفي هذه الأمة من يتشبه بهم فيها. نعم. قال: فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوفا أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. نعم، في قوله تعالى: وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني لا تعترفوا للمسلمين بأنهم على حق وأنكم على باطل، لأنهم سيحتجون عليكم أمام الله سبحانه وتعالى، فاكتموا هذا لئلا يتخذ حجة عليكم. وكذلك بعض العلماء قد لا يبين الحق وهو لا يعمل به، هو لا يعمل به، فلو بينه لا الناس احتجوا به عليه وقالوا: أنت لماذا لا تعمل بعلمك؟ لماذا أنت تخالف ما تعلم؟ فهو يكتمه خشية أن يحتج به عليه. فهو يكتم العلم إما لأجل البخل به وازدراء الناس وأنهم ليسوا في مستوى يستحقون التلقي منه ومن هذا العلم، أو يكتمه من باب الخوف على دنياه، أو يكتمه لئلا يحتج به عليه، لأنه يفعل ما لا لأنه يقول ما لا يفعل يقول ما لا يفعل. نعم. قال رحمه الله: وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم. نعم، من هذه الأمة يبتلى بهذه الأمور طوائف، هو من أخلاق أهل الكتاب، لكن قد يبتلى به طوائف من هذه الأمة. ونحن لا يعنينا أننا نذم أهل الكتاب ونذكر مخازيهم، هذا شيء ثابت ولو لم نذكره، الله سجله عليهم، لكن المقصود أننا نحذر أن نسلك سبيلهم أو نتشبه بهم، هذا هو المقصود. نعم. قال: وقد يبتلى به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه. أي نعم، يقول: لا إلا يصيروا مثلنا، خلونا نصير حنا البارزين. نعم. لو علمناهم نافسونا. نعم. وتارة اعتياضا عنه برئاسة أو مال، أو يكون على منصب ويأتيه أشياء من الناس، فلو أنه بيّن الحق لانقطعت هذه الأمور عنه فيخاف ويظن أن هذا هو مصدر رزقه، لأنه لا يتوكل على الله ولا يعتمد على الله. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فيخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله. أي نعم. وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. نعم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، فهو على خطأ وعلى مخالفة، ولو بين الحق لا انكشف أمره واحتج الناس عليه بعلمه، فهو يريد أن يتكتم، أو يكون هناك طائفة هو يصاحبها ويميل إليها وهي على ضلال، فلو بين الحق لانكشفت هذه الطائفة التي هو يشفق عليها. وكل هذه أمور مذمومة، وهي من أخلاق أهل الكتاب، ومن وقع فيها فقد تشبه بأهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله: ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. يا لها من كلمة. عبد الرحمن بن مهدي هذا من الأئمة الكبار رحمه الله، وقال هذه الكلمة: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، أما أهل الأهواء فيكتبون ما لهم ويتركون ما عليهم. هذه كلمة عظيمة واقع فيها كثير من أهل الأهواء، ولكن الله سلم منها أهل العلم، نسأل الله السلامة، الراسخين في العلم الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله
من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين قال الله فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهؤلاء يكتبون ما لهم وما عليهم، يبدأون بكتابة ما لهم ثم بكتابة ما عليهم، لئلا يغتر بأنهم يريدون الانتصار على الناس ولا يكتبون إلا ما لهم، فهم يكتبون ما عليهم كما يكتبون ما لهم. مثل ما فعل الشيخ هنا، بدأ بما بنصيب العلماء من التشبه باليهود النصارى. اي نعم، الحسد والكتمان. بدأ بعلماء هذه الأمة. نعم، بدأ بعلماء هذه الأمة ولم يجاملهم بل إنه بين الحق. نعم. قال رحمه الله: وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب في ذلك، بل الغرض التنبيه على مجامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به. يقول: ليس الغرض من هذا الكتاب أننا نحيط بكل المسائل التي تندرج تحت العمومات التي ذكرناها، وإنما المراد بيان النماذج فقط تدل على المقصود ويحصل بها الفائدة. وأما الإحصاء والشمول فهذا له مواضع أخرى وكتب أخرى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، وجعلنا ما نسمع حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.